أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة بأن 13 حوثيا قتلوا في قصف لطائرات التحالف العربي استهدف مخازن أسلحة لهم هناك. في هذه الأثناء أفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة الضباب بمدينة تعز جنوب غربي اليمن بين الحوثيين والمقاومة الشعبية، وذلك بالتزامن مع قصف لطائرات التحالف على تبة الخزان وعمارة كامل في المنطقة، أسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية للحوثيين وقوات صالحة. كما قصفت طائرة التحالف دورية عسكرية للحوثيين بمنطقة الربيعي غربية تعز.